الانفجار الاول ما قدر يعني انطب صراحه، بس بالثاني لحد ما اجت الاطفائيه ما اطفائيه قدرنا ندخل. اللي طلعنا طلعنا، واللي استشهد استشهد، واللي حتى يعني الناس اللي اجتي تريد تنقذ هاي العالم هم تقريبا طاحوا بهم، من ضمنهم اخوتي يعني اثنين هسه عندنا راقدين بالبيت. زين اكو ناس حتى مفحمه يعني جثه على جثه، اللي ويا ابوه واللي ويا اخوه حتى المرافقين. طبعا احنا بالمستشفى ما حسينا الانفجار كلش قوي، وبيها تقريبا بحدود الى 140 الى 150 شخص كانوا رافقين بهذا المستشفى الشفاء. واثناء التفجير بس النار شفنا، وما لحقنا نشيل المرضى في هذا المكان، وتم احراقهم بالجميع، يعني ما طلع واحد نفر من عندهم.